اوكي، اليوم ان شاء الله راح نحكي بس عن one topic اللي هو الفارماكوجينيتكس. طبعا بموضوع الفارماكوجينيتكس احنا بنحكي عن الامباكت of the genetic variation in the population on a drug effect. الفارماكوجينيتكس بنطلع على patient point of view how the differences between the patients on genetic basis have different impact على final concentration of a drug in the body وبالتالي ال efficacy of the drug. وحتى كمان ممكن يكون في عنا variation بالreceptors that bind to the drug فبالتالي برضو الـ effect of that drug. فالgenetic variation within the population between different individual has impact on pharmacokinetic parameters و pharmacodynamic parameters وهذا اللي بالتالي بالآخر بيحدد لنا الـ efficacy والـ possibility of side effects between different individuals. مشان هيك sometimes same treatment for same disease at the same dose might have therapeutic benefit in some patients, might be toxic for other patients or not beneficial. يعني ما اشتغل الدواء بالطريقة الصحيحة حسب genetic variation within the population. لكن بالعادة لما بيصمموا دواء وبدرسوا بشكل عام لعلاج حالة مرضية معينة هم بيدرسوا population pharmacokinetics، يعني بيجربوا wide range of doses و concentration within the body مشان يحددوا الدوز range اللي بينعطى، بيحددوا جرعة معينة بناء على population pharmacokinetics، بمعنى إنه معظم ال population راح يستجيب على الدوز range اللي معطى. عادة هم بيعطوا range، بيعطوا عادة range ومعظم ال population بيستجيب على هذا ال range، لكن في بعض الأشخاص some of the extremes ممكن إنهم ما يستفيدوا no therapeutic benefit أو في بعضهم الآخرين يكون في عنا some toxicities، لكن المعظم راح يكون على therapeutic، المعظم راح يكون في عنا therapeutic benefit at a certain dose as prescribed by the manufacturer. لأنه كل هالدراسات الدوائية جاي من population pharmacokinetics، درسوا عدد كبير وشافوا وين الـ average population على أي دوز أو دوز range بيستفيدوا with minimal side effect. فهاي الدوز اللي بتكون عادة بالليفلت واللي بتكون prescribed for the general population. لكن بالعادة حسب الـ response of the patient or possibility of side effect مع الـ follow up يعني بيصير نعمل dosage adjustment، ممكن نقلل الدوز، ممكن إننا نزيد الدوز، وعادة بيلزمنا كتير المونيتورينج والفولو أب بالأدوية اللي ممكن يكون الإندكس أوف سيفتي فيها يكون قليل، يعني ممكن إنه على دوزات قليلة يعمل لنا سيفير سايد إفكت زي مثلا الوارفرين ممكن يؤدي لنا لبليدنج. فحسب شو هو الدواء احنا ممكن نتصرف بمونيتورينج بفولو اب ونعمل دوسج ادجستمنت قد ايه ممكن المريض ينترك بدون متابعه. فحكينا انه البوبوليشن عاده في اختلافات جينيتك فاريشن، في عندنا فاريانس ديفرنت فاريانس فور ذا ديفرنت ميتابوليك انزيمز ديفرنت ترانسبورترز ريسبتورز وير ذا دراج انتر اكت، في بكون فيها فاريانس وقللك فاريشن هذا اللي بيؤدينا للديفرنت ريسبونسز. فالريسبونس تو ذا دراج ان كان فارماكوكاينتيك باراميترز ولا فارماكوديناميك باراميترز كلها بتكون جينيتيكلي ديتيرمند. مشان هيك ات ا سيرتن دوز فور ا سيرتن ديزيز ديفرنت انديفيدجوال مايت شو ديفرنت ريسبونسز ديفرنت ثيرابيوتيك ريسبونس وسيفتي بروفايل. طبعا اكزامبلز رح نحكي عن كثير اكزامبلز يعني بالمحاضره، بس يعني از كويك اكزامبل الكودايين لانه برو دراج بيعتمد بالاكتيفيشن له على السيب 2 دي 6، سوري بضل يتحرك الكيرسر سيب 2 دي 6 في 10% اوف ذا بوبوليشن بيكون يوزلس اس بين كيلر، يوزلس اس بين كيلر لانه بيكون في عندنا قللك فاريشن بهدول الاشخاص بالسيب 2 دي 6 بيكونوا سلو ميتابولايزرز بمعنى انه الافيكاسي وميتابولايزنج للسيب 2 دي 6 بيكون ببطء لما بيعمل الميتابوليزم كودين او الكونفرجن اوف كودين از برو دراج انتو مورفين. طبعا احنا بيلزمنا كبين كيلر يكون في عندنا كويك اونست اوف اكشن وكونسنتريشن يتحول كل الكودين مباشره على جرعة معينة يتحول مباشرة للأكتيف فورم، مش إنه شوي شوي يتحول يصير زي الإكستندد ريليز فورميليشن، ما بتزبط الإكستندد ريليز فورميليشن as a quick onset of action painkiller.
فبيلزمنا إنه الجرعة اللي بتتاخد بشكل سريع تتحول من البرودراج الكودين للأكتيف فورم اللي هو المورفين مشان يشتغل as effective painkiller. كمان ممكن بالميتابوليزم اوف 6 ميركابتوبيورين زي الازاثيبريم مثلا. في عندنا بعض الاشخاص they exhibit certain allelic variation, they are slow metabolizers عندهم poor activity of thiopurine مثل transferase enzyme اللي بنقول مثل جروب على 6 ميركابتوبيورين او على الازاثيبريم. فطالما هم slow metabolizers وما في good efficacy وإنزيماتيك أكتيفيتي، فمنتوقع يصير في عنا accumulation of 6 ميركابتوبيورين زي الأزاثيوبرين، ويتعرض الشخص لتوكسيك إفكت. شو بتعرفوا من أهم التوكسيك إفكت للأزاثيوبرين؟ اللي هو أصلاً يستخدم يعني as immunosuppressant in certain chronic inflammatory conditions, as anti-cancer في بعض الحالات, in neoplasm. رينال توكسيسيتي دكتورة بعمل. رينال توكسيسيتي؟ صح؟ لا، في شيء أهم من هيك. برين يمكن برين على البرين. Extension from the side effect. Extension sorry from the pharmacological effect. يعني كونه هو immunosuppressants بالآخر بيعمل myelosuppression. بيعمل myelosuppression و severe GI symptoms. Severe GI symptoms ممكن زي النوزيا والvomiting. فشو أهمية الفارماكوجينيتكس كعلم الفارماكوجينيتكس؟ ليش إحنا بندرس the differences between the individuals in the genetic response to the drug, genetic response to the drug. ممكن يكون في لها several applications. على سبيل المثال ممكن نعمل screening for those patients who carry the genes which place them at risk in case of certain therapies. ممكن نعمل screening نشوف شو genetic composition في حالات معينة مشان نتأكد والله إنه ما راح يصير عنده سيفير توكسيسيتي إذا أخذ دوز معينة. طبعاً لهلا هذا ما بينعمل، بس هذا إذا صارت الجينيتك أبروتش أسهل ممكن إنه نعمل سكرينينج. هم عادة بيعطوا الأفرج دوز حسب مثلاً وزنة المريض، حسب عمره، وبشوفوا الريسبونس. بيكون في عنا كلوس مونيتورينج، بيكون عنا كلوس مونيتورينج إذا إحنا خايفين من الدواء، وبنبدأ دائماً بدوز قليلة to avoid the side effect. Discovering which drugs are potentially dangerous for carriers of a given polymorphism. يعني بنفس الطريقة يعني establishing the frequency of pharmacogenetics phenotype. هذا statistical prevalence of certain pharmacogenetics phenotype. More accurate dosing. حكينا إنه dosing حاليا بيعتمد بس على body weight وعلى age وعلى disease state. لكن إذا كنا عندنا genetic composition نعرف إنه في أشخاص rapid metabolizers بسرعة بيعملوا break down for a certain drug، فبنعرف انه هدول بدهم جرعة عالية. وممكن slow metabolizers هدول بدهم جرعة قليلة لانه في عنا slow elimination of the drug، فبيسمح بaccumulation of the drug within the body. فبدل ما نقعد نجرب على الدوز رينج المعطى وحسب وزنة المريض وحسب طوله، قلنا مش دائما حتى حسب الوزنة وحسب مثلا body surface area for certain anti-cancer وحسب الايج، مش دائما الجرعه هي بتكون الصحيحه، فبلزمنا مرات trial and errors يعني نجرب بالدوز رينج كامل with monitoring of the response. فممكن اذا درسنا الجينيتك differences for certain individuals نقدر نحدد exactly الدوز او نكون اقرب الى الصحه، ونتجنب ان نضل نجرب جرعات مختلفه ممكن تعرض المريض ل side effect أو حتى low therapeutic response في conditions إحنا بنحتاجين بشكل سريع إنه يشتغل الدواء زي الوارفرين مثلا. شخص عنده DVT، شخص عنده pulmonary embolism ما بتحمل وضعه إنه نعطيه جرعة وما تشتغل، ما بتحمل، لازم يعني يشتغل الدواء بأسرع وقت ممكن. فهذه ممكن يعني تعطينا ادفانتج بان نعطي الجرعه الصحيحه ابتداء مشان نمنع سايد افكت، وحتى كمان نحقق الثيرابيوتيك بنفيت باسرع وقت ممكن باشخاص ممكن يكون فيري كريتيكال عندهم انهم يشتغل الدواء خلال يوم ويومين وحتى خلال اول 24 ساعه to avoid mortality. Improved healthcare بشكل عام زي ما قلت enhances safety efficacy reducing adverse reactions of the drug. هلا في عندنا two terminologies
الفارماكوجينيتكس والفارماكوجينومكس. احنا اللي راح نحكي عنه بهاي المحاضره الفارماكوجينيتكس. الفارماكوجينيتكس اللي هي جينيتيكلي ديتيرمند انتر انديفيديوال ديفرنسز ان ريسبونس تو دراجز، وعاده بتكون فروم بيشنت بوينت اوف فيو، يعني ذا افكت اوف ذا جينيتكس اوف ذا انديفيديوال اون دراج ميتابوليزم اند ريسبونس. لكن الفارماكوجينومكس هي الامباكت اوف ا دراج اون ذا جينيتيك كومبوزيشن of certain individuals. في أدوية ممكن تحفز الجين expression، تعمل induction of gene expression، وأدوية ممكن تعمل inhibition of gene expression. فالpharmacogenomics the impact of a drug on the genetic profile for a patient. Pharmacogenetics the impact of a patient genetic composition on drug efficacy and safety أو response to drug and can therapeutic response أو side effect. طبعا بالفارماكوجينيتكس قلنا في عندنا كثير، ممكن يكون في عندنا فاريشن ان كان بالفارماكوكاينيتك باراميترز او الفارماكوداينامكس. الفارماكوكاينيتكس زي ما بتعرف هي الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن. اي جينيتك ديفرنسز بترانسبورترز بانزيمز ببلازما بروتين بسيرتن ترانسبورترز وذين ذا رينال سيستم، كلها ممكن تغير بالفاينل كونسنتريشن اوف ذا دراج within the blood، وبالتالي the final concentration close to the site of action والtarget receptor. لما بنحكي عن التارجت ريسبتور اللي بده يربط عليه الدواء ويشتغل بنحكي عن الفارماكوديناميك. فبالفارماكوديناميك at a certain given concentration within the blood the interaction of the drug with the receptor أو الإنزيم أو الترانسبورتر اللي هو التارجت موليكيول اللي بيشتغل عليه الدواء، الانتر اكشن ما بينهم هو اللي راح يعطينا بالاخر ثيرابيوتيك افكت، ممكن برضه يعطينا سايد افكت بنفس الوقت على نفس الريسبتر. يعني ممكن سايد افكت يكون اكستنشن فروم ذا فارماكولوجيكال افكت اوف ا دراج بنفس الميكانيزم اوف اكشن، وفي بعض الحالات لا، ممكن انه سايد افكت يجي من انه الدواء بيشتغل على ريسبترز ثانيين، خاصه اذا رفعنا الدوز بتقل السبيسيفيسيتي اوف دراج اكشن، فبصير يشتغل على ديفرنت ريسبتورز، فبنتوقع انه يزيد البوسيبيليتي اوف سايد افكتس. فحكينا الفارماكوجينيتكس هي ذا ستدي اوف جينيتيكلي ديتيرمند انتر انديفيديوال ديفرنسز، فروقات ما بين الاشخاص بناء على الجينات اللي بتنعكس على الثيرابيوتيك ريسبونس تو ا دراج اند ذا سسبتابيليتي تو ادفيرس افكتس. مشان هيك بنشوف معظم الأشخاص بيكون الدواء at a certain dose safe and effective. في بعضهم ممكن يكون unsafe لكنه effective، effective لكن بيعطي some side effect. مجموعات أقل بيكون الدواء not effective at a certain dose لكن still safe، وكمان مجموعات قليلة ممكن يكون unsafe و non effective. فهذا بينعكس عادة سببه الجينيتيك ديفرنسز بالميتابوليزم. ففي اشخاص بيكونوا عاده سلو ميتابولايزرز، فبنتوقع شو يصير بالكونسنتريشن اوف ذا دراج، يزيد ولا يقل؟ يزيد يعني بصير عندنا accumulation اوف ذا دراج within the body. اذا بنحكي عن elimination process، بس اذا كنا بنحكي عن activation زي الكودين as a pro drug بصير عندنا loss of efficacy، بصير في عندنا loss of efficacy. بس mainly لما احنا بنحكي بيكون عادة عم نحكي قاعدين على elimination process، بس بدنا ننتبه انه مرات عم نحكي عن activation. فإذا هو slow metabolizer بصير في عندنا loss of efficacy وما منخاف من toxicity لأنه أصلا مش شغال الدواء، ما عم بتحول للactive form. بس هون في هاي الحالة عم نحكي عن accumulation وزيادة بالpossibility of side effects. الفاست ميتابولايزرز او الالترا فاست او الترا رابيد، مرات يعني وي انديكيتد از الترا رابيد الترا فاست او فاست ميتابولايزرز، هذول بصير في عندهم ايش؟ شو بتتوقعوا؟ ديكريس دراج كونسنتريشن، وبالتالي لوس اوف افيكاسي. مين اللي عم بيجاوبوا بس مشان اعرف اسمائهم؟ ريناد اكيد صح؟ انا حفظت ريناد. ومين؟ وانا يا دكتور حمزه. حمزه شكرا لكم. يعني انا عم بحفظ الاسماء، يعني ايام ما كنا صراحه مباشر في القاعه كنت احفظ اشكال،
طبعا هلا اللي حاطط صورته انا عم احفظ يعني شكله، بس بالقاعه ما كنت يعني اعرف الاسماء، لكن هون انا عم اللي بجاوب بحاول دائما اطلع على اسمه، فانا هون اسهل اني احفظ الاسم يعني. فحلو الواحد يحفظ اسماء الناس اللي بتشارك صراحه. دكتور استفسار بعد اذنك. تفضل. بس دكتور هسه يعني بتصير في دراسات بالنسبة مثلا لأمريكا أو بريطانيا أو إشي، راح تختلف فعالية الأدوية بالنسبة لهون عنا، يعني المفروض إنه هون يكون في عنا دراسات، يعني نحكي مثلا عن الفعالية أو الجينومكس، يعني يشوفوا تأثير الجينات، ما يعمم مثلا دراسات أمريكا أو بريطانيا عنا هون على الشعب الأردني مثلا population الأردني، لأنه إحنا بنختلف، إحنا جايين أكثر للكوكيجين، كأنه أقرب للكوكيجين مش للأمريكان، يعني كطبيعة شعب أمريكا أو شيء، فراح يختلف صح؟ راح يختلف فعالية الأدوية، راح يختلف كل شيء. أكيد، بس هي المشكلة إنه ما في دراسات صراحة تنعقد بي 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 يعني مش بنحكي عنا بالأردن، خلينا نقول ما هي بدها تكون على المستوى مثلا الميدل إيست أو على مستوى العالم العربي أو على مستوى آسيا، ما في إنه تو انكلود سام بوبيليشن من عنا، فمعظمها بتكون بأوروبا، معظمها بأمريكا، لكن بالآخر صح في عنا جينيتيك فيرييشن، لكن إحنا بنضل بالآخر بشر يعني، إلا ينطبق علينا إلا ينطبق. بعدين البوبيليشن بأمريكا ما بيكونوا محددين بالدراسة كم إنه كوكيزيان كم إيجان، يعني بيكون محدد مين منهم البيض، وعارف أنت الكوميونتي حتى في أمريكا كتير يعني برضه متنوع، في كتير أفريكانز، في كتير يوروبيان، في كوكيزيان، فحتى في أمريكا كتير مخلط، وبريطانيا مخلط كتير، فحسب شو هي الدراسة. إذا الدراسة هم صراحة يعني أنا لازم هيك يكون شركات الأدوية هدفها دائما انه بالعكس دواها يشتغل على العالم كله، الهدف هذا مش يشتغل بس في امريكا ويشتغل بس في اليوكي، فبنوعه بالبوبوليشن لازم يكون في عندنا ديفرنسز يعني بالانكلوجن كرايتيريا، يكون في عندنا افريكان امريكان، يكون في عندنا كوكيز، يعني يكون في عندنا يعني من ديفرنت اثنيسيتي، هيك الاصل. بس بالعاده يعني الادويه كلها بتشتغل عندنا، وبالعكس احنا بنفضل الادويه اللي بعدين بتيجي من امريكا يعني اكثر من اي ادويه بتتصنع عندنا هون، هيك يعني ما يعني الناس الترند عندهم بشكل عام. بس هو فاليد هاي البوينت، اي شيء احنا عم ناخذ الدراسات اللي جايه من برا ومنطبق علينا، بس الحمد لله يعني ماشي الامور. بس ساينتفك بيسز الا يكون في ديفرنسز، الا يكون في ديفرنسز، مشان هيك بالدراسات وزي ما ذكرت اول محاضره بيكون في عندنا دوز رينج والادويه اللي بتحتاج مونيتورينج وفريكوينت مونيتورينج لازم تتابع مشان نعرف اذا في لوس اوف افيكاسي او في عندنا سايد افكت. فقلنا بالدراج ميتابوليزم بيكون في عندنا ابزوربشن، طبعا بالابزوربشن غير عن انه كيف ممكن يتفكك الدواء within the GI tract، في عندنا برضه ترانسبورترز ممكن تكون موجوده على الجي اي ميمبرين زي البي جلايكوبروتين. بي جلايكوبروتين مين بيعرف عنه إشي؟ هو عبارة عن إيش؟ عندكم فكرة؟ بيرجع الدواء دكتورة، بدل ما يخليه يمتص بيرجعه للجي آي. مين يجاوب؟ أماني دكتورة. أماني، شكراً أماني. اللي هي إفلاكس بامب، بتكون عبارة عن إفلاكس بامب. فالفاينل كونسنتريشن اوف ا دراج ويذين ذا بلاد افتر ابزوربشن بتحكم في ليفل اوف اكسبريشن اوف ذا افلكس بامب. اذا في عندنا ليفل مختلف فبنتوقع انه الفاينل كونسنتريشن بحاله الليفل عالي individuals with high expression level of the peak glycoprotein اللي هي افلكس بامب، نتوقع انه الدوز اللي انعطت تعطينا less concentration، لانه after absorption from GI lumen to the bloodstream بده يرجع يطلع الدواء، يعني حتى هو يمكن ما بيوصل البلد ستريم، يعني احنا بنحكي عن الخلايا within the GI tract بدخل للخلية وبرد بطلع، فالفاينل كونسنتريشن بيكون قليل within the blood compared to other individuals ممكن يكون عندهم برضه الاكسبريشن كتير قليل الاكسبريشن، فبالتالي الفاينل كونسنتريشن within the blood رح يكون عالي at the same given dose، فبرضه هاد ممكن يكون critical زي أدوية زي الديجوكسين بصير له يعني elimination through these efflux pumps، جزء منه برجع بطلع الجي اي تراكت، فالفاينل كونسنتريشن له بتحكم فيه الليفل اوف اكسبريشن وحتى الفانكشن تبع الافلكس بامب. يعني كثير في ادويه برضه ممكن تنعطى ممكن تعمل لنا ريدكشن اكسبريشن او بلوكج، جريب فروت جوس مثلا
جريب فروت جوس بيزيد الاكسبريشن اوف ذيس افلكس بامب. فيعني بده ينتبه الواحد حتى بالابزوربشن بروسيس بيكون في عندنا جينيتك ديفرنسز. بعدين بيجي عندنا الديستريبيوشن، بتوزع الدواء على اجزاء الجسم، بيعتمد الديستريبيوشن تبعه على قد ايه هو فات سوليبل او ووتر سوليبل، البارتيشن كوفيشنت يعني البلازما بروتين بايندينج، هل بربط بالبلازما بروتين او لا، كم برضه الليفل اوف ذيس بلازما بروتين، الليفل اوف ذيس بلازما بروتين بيحدد قد ايش الباوند منه تو ذا فري. عاده احنا بيهمنا الفري كونسنتريشن اوف ذا دراج مشان يعطينا افكت. فاذا الليفل اوف ذيس بروتينز عالي في اشخاص معينين نتوقع الفري يكون قليل، فات سيرتن جيفن دوز الكونسنتريشن ما راح يكون الافكتيف كونسنتريشن في شخص معين بسبب انه والله البلازما بروتين ليفل عالي في شخص compared to other individual. ممكن يكون سببه طبعا disease state زي بحالات مثلا نيفروتيك سيندروم او بحالات المال نيوتريشن بيكون البلازما بروتين ليفل قليل. بعدين نيجي نحكي عن drug cell interaction، interaction between the drug and the receptor او target target site تبعه كان receptor او ion channel transporter enzyme مشان يعطينا الفارماكوديناميك effect. Meanwhile طبعاً بيكون الإليمينيشن شغال، ومين اللي بنحكي إحنا عن إليمينيشن with الميتابوليك إنزيمز اللي هم الفيز 1 والفيز 2 إنزيمز اللي موجودة within the liver، مين اللي بتكون موجودة within the liver cells. وفاينالي بيصير له إكسكريشن. طبعاً في أدوية ممكن يصير لها إكسكريشن as such يعني as active compound، وكتير منها طبعاً بلزم يصير لهم ميتابوليزم to another water soluble intermediate وبالتالي excretion within the urine. فبيعتمد برضو على water solubility of the drug. كل هذه الخطوات ممكن يكون فيها genetic variation، لكن بشكل عام الـ average population بيستجيب على dose range معين، لكن والـ extremes هم اللي بيصير فيهم loss of efficacy أو higher risk of side effects أو toxicity. فزي ما قلنا الـ final concentration within the plasma بيتحكم فيه الـ absorption, distribution, metabolism والـ excretion اللي هم genetically determined. بعدين الـ compound تبعنا أو الـ drug interact with the receptor، برضو الـ expression of this receptor is genetically determined. ففي أشخاص بيكون level of expression of the target molecule قليل، فالمشكلة مش عندنا بالـ final concentration، المشكلة بالـ target site في expression قليل أو expression عالي أو حتى هو نفسه non-functional بربط فيه لكن في variation هو genetically variant ما عم بيشتغل بالشكل الصحيح. فحتى لو رابط فيه الدواء ممكن ما يربط بالشكل الصحيح أو ممكن ما يعمل له activation بالشكل الصحيح، فبالتالي يكون في عندنا low therapeutic response. قلنا كتير من الأدوية بيكون adverse effect extension from the pharmacological effect وعن طريق نفس الريسبترز، وفي حالات معينة خاصة على higher doses السايد إفكت بيكون through other receptors لأنه بصير في عنا loss of specificity، كل ما منزيد الدوز بصير يشتغل الدواء على receptors تانية. فهذا اللي حكيته صراحة، يعني أنا كتير ذكرت genetic polymorphism اللي هي الallelic variation إن كان بالpharmacokinetics أو pharmacodynamic parameters، وهي اللي بتحدد لنا بالآخر therapeutic response أو toxicity of certain drugs. وكتير من هذه ال variants بتكون monogenic أو single gene variation، single gene variation. فبالنسبة للdrug metabolism في عنا two set of enzymes اللي هم الphase one metabolizing enzymes والphase two اللي هم موجودين within the liver. within the liver التارجت دائما من الphase one metabolic enzymes اللي هو change in the functional group، تتغير الـ functional group. فممكن يصير في عندنا oxidation, reduction, hydroxylation, dealkylation. المهم إنه ما في عندنا conjugation، تتغير الـ functional group لكن ما في conjugation. وعادة المكان اللي بتتخزن فيه الـ phase 1 enzymes بيكون within the hepatocytes, within the cells، لكنهم بيكونوا attached to the smooth endoplasmic reticulum. within the hepatocytes لكنهم attached، بيكونوا attached للsmooth endoplasmic reticulum. الـ phase 2 هم conjugation enzyme، they conjugate the drug أو المولكيولي اللي بدنا نعمله detoxification لـ glucuronic acid، لـ glutathione، لأسيتات، لميثيل جروب،
كلها هاي ممكن تنضاف، والهدف من إضافتها to increase the water solubility، وبالتالي ال final excretion through the renal system. وهدول بيكونوا موجودين as free enzymes within the cytosol، بيكونوا within the cytosol not attached to the smooth endoplasmic reticulum. نحكي ابتداء على الفيز 1 انزيم، حكينا انهم موجودين الفيز 1 اوكسيداتيف انزيم موجودين within the liver attached to the SER. كتيرمينولوجي اللي هم السيب 450 سيب انزيم سيب 450، لما نيجي نتطلع على تسميتهم لما تشوفوا هيك ارقام اكيد الارقام اللي بالاخير اللي هي الداله على القليل فاريشن، غير هيك بنحكي عن الفاميلي بعدين نحكي عن السب فاميلي، بعدين نحكي عن الانديفيدجوال انزيم. الانديفيدجوال انزيم الستارز هاد بتدل لنا على الاليليك فاريشن، انه في عندنا اليليك فاريشن. طبعا سب 450 من الفيز 1 هذه كلها كومون فور اول ماميليان سبيشيز، ومنها الهيومن فور اول ماميليان سبيشيز. كل الفيز 1 انزيمز هم عباره عن سب 450. رقم 2 اللي بعديه بدلالة، طبعاً بتغير هو رقم 2، في عندنا من 14 ل 17 فاميلي، هذا عبارة عن جين فاميلي، بنحكي عن جين فاميلي، في عندنا من 14 ل 17 إن هيومن. السي هي جين سب فاميلي، وفي عندنا 42 سب فاميليز إن هيومن. والناين قلنا فور إنديفيدجوال جينز، اللي هم إن هيومن 55 جينز. وبعد هيك الأليليك باترن، الأليليك باتر الأرقام اللي عندها ستارز بتكون في عندنا الأليليك، بتعبر عن الأليليك فاريشنز أو الأليليك باتر. عادة السيب إنزيمز الفيز 1 إنزيمز شو ممكن يعملوا للأدوية during the metabolism؟ ممكن يعملوا لها activation أو detoxification، ممكن حتى يشتغلوا على other environmental compounds، food constituents ممكن يعملوا لهم detoxification. بس أهم إشي بالنسبة للدواء إنه ممكن يعمل له activation وميتابوليزم detoxification، أو ممكن في بعض الحالات هدول الإنزيمز يحولوا لنا non-toxic intermediate into a toxic intermediate، فيعطينا toxic effect بسبب الانترميديات، خاصة إذا تجمع الدواء بمستويات عالية within the blood. The extent of metabolism أو the efficacy of this metabolizing enzyme أكيد بيعتمد على abundance إلها وعلى الأفينيتي أوف بايندينج، الكاتاليتيك أكتيفيتي والأفينيتي أوف بايندينج. هلأ بهمنا يكون في عنا فانكشنال إنزيم، وبهمنا يكون في عنا بروبر بايندينج أوف ذا إنزيم وذ ذا تارجت سايت. فالأفينيتي أوف بايندينج هي بتتحكم بالإنتر أكشن ما بين الإنزيم والسبستريت تبعته، الإنزيم والسبستريت. فإذا في عنا بروبر أفينيتي بروبر إنتر أكشن أكيد بيكون في عنا بروبر إفكت. ففي عنا affinity of binding، في عنا catalytic activity يكون هو بيشتغل functionally active، بيشتغل بشكل صحيح. وآخر شيء abundance، يعني ممكن variation اللي عنا ما يكون بالfunction تبعه أو بالcatalytic activity أو affinity of binding، بس بالplasma level of this enzyme. فلما نحكي fast metabolizers أو rapid metabolizers مش بس كاتاليتيك اكتيفيتي ممكن تكون زادت، لا ممكن نفس الكاتاليتيك اكتيفيتي لكن الاباندنس، فبيكون الجينيتك فاريشن النمبر اوف كوبيز فور ذات جين، يعني ممكن تكون 10 مرات الكوبيز اوف ذات جين مثلا لسيب 2 دي 6 في سيرتن انديفيدجوالز يعتبروا رابيد ميتابولايزرز، بيكون النمبر اوف كوبيز 12 مره، من 10 ل 12 مره اكثر من النورمال انديفيدجوالز، فالافيلابيلتي اوف ذا انزيم كانت اعلى. السلو ميتابولايزرز ممكن النمبر اوف كوبيز تكون اقل، او هو الانزيم نفسه ككاتاليتيك اكتيفيتي تكون اقل من غيرهم، نفس الليفل نفس الاباندنس ونفس الجين كوبيز نمبر اوف ذا كوبيز فور ذا جينز، لكن المشكله عندنا بالكاتاليتيك اكتيفيتي او بالافينيتي اوف بايندينج. فبيلزمنا يكون في عندنا proper binding و affinity of binding between the enzyme and the substrate. The catalytic activity of the enzyme تكون موجودة بشكل مناسب وطبيعي. وال level of expression of that enzyme. Relative abundance of certain enzyme subfamily. أو يعني compared to other individuals. هلأ لما نيجي نحكي إحنا على الـ CYP450، يعني شفتوا أنتوا لما بنحكي عن الـ number of families وكم subfamily
قلنا الفاميليز 14 ل 17، السب فاميليز 42، والجينز الانديفيديوالز جينز 55. ففي عندنا وايد رينج، يعني عدد كبير من السيتوكروم انزيمز within the body of a human. لكن 70% من التوتال سيب كونتنت ان هيومن ليفر از شيرد باي 7 سب فاميليز، سبعه منهم يعني المسؤولين عن 70% من الانزيمز الموجوده بالجسم اللي هم المذكورين هون. سيب 1 سيب 2 اي 6 2 بي 6 2 سي، فهدول هم السبعه هم اهم انزيمز موجودين يعني او اهم كومبوزيشن دي يعني ميك 70% اوف توتال سيب انزيمز within the liver of a human. هلا اللي راح نحكي عنهم اللي في من الفيز 1 ميتابولايزنج انزيم او السيتوكروم انزيمز، في عندنا ثلاثه they have significant يعني clinical polymorphism لانهم مسؤولين عن الميتابوليزم اوف يعني high proportion of drugs لما بناخذ الادويه، اللي هم CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19. هدول من اهم الانزيمز اللي في عندنا يعني commonly we see clinically significant polymorphism in the drug responsiveness أو toxicity. كان therapeutic response قلنا أو toxicity. فعندنا بالنسبة لل CYP2D6 مسؤول عن metabolism more than 30 drugs and environmental chemical. 20% of commonly prescribed medication includes some beta blockers, antidepressants and antipsychotic. 20% من ال commonly prescribed medications، مش كل الميديكيشن الكومونلي بريسكرايب ميديكيشنز، 20% منهم ممكن يدخل في الميتابوليزم تبعتهم اللي هو CYP2D6. فمشان هيك مهم نعرف شو في عندنا فاريشن بالجينيتك كومبوزيشنز للانديفيدجوالز مشان نتوقع انه في عندنا لوس اوف افيكاسي او في عندنا توكسيسيتي. طبعا وجدوا حاليا انه في عندنا 70 فاريانت الليلز اوف CYP2D6، في منهم نون فانكشنال وفي منهم سلو ميتابولايزرز او بور ميتابولايزرز، في منهم فاست او الترا rapid metabolizers. The poor metabolizers population, لو إنه باليوكا prevalence لل poor metabolizers for CYP2D6 9%. In China 30% are poor metabolizers. نحكي عن prevalence of CYP2D6 poor metabolizers. The ultra rapid metabolizers اللي هم بيكون في عنا amplification CYP2D6 قليل، بيكون في عنا تقريبا 12 ل 13 كوبي أكثر من النورمال إنديفيدوال، طبعاً بجين المسؤول عن CYP2D6. فمشان هيك very high levels CYP2D6 موجودة بأشخاص between 1 to 2% in China, Germany, 20% in Saudi, 29% in Ethiopia. بيكونوا fast أو ultra rapid metabolizers بسبب ال high expression level of CYP2D6. من أهم الأدوية اللي بيدخل بالميتابوليزم تبعها CYP2D6 اللي هو الكودين، ومينلي تو اكتيفيت كودين لانه الكودين برو دراج مشان يتحول للاكتيف فورم اللي هو المورفين بيلزمنا CYP2D6. فسلو ميتابولايزرز بيكون ما بيشتغل كودين از افكتيف بين كيلر از ذوز هو ار فاست ميتابولايزرز. فبالبور ميتابولايزرز بيصير في عنا لوس اوف افيكاسي as a pain killer. CYP2C9, 10% of Caucasian population are poor metabolizers for CYP2C9. طبعا من اهم الادويه اللي بيصير لها ميتابوليزم with CYP2C9 الوارفرين. الوارفرين كثير مهم انه نحدد الفاينل بلازما كونسنتريشن له، لانه في عندنا يعني high possibility of toxicity او loss of efficacy with warfarin. لانه في هو عباره عن دواء له نيروثيرابيوتيك اندكس، فبيلزمنا كونسنتريشن معين دوزات معينه مشان نتاكد انه اعطينا ثيرابيوتيك ريسبونس وذ مينيمال ريسك اوف بليدنج. طبعا في الاشخاص البور ميتابولايزرز فور CYP2C9 نتوقع انه يكون الليفل اوف وارفرين عالي كثير ويعرضهم لتوكسيسيتي. الفاست ميتابولايزرز بيكونوا resistance to warfarin، عندهم resistance to warfarin، فبالتالي بنحتاج جرعات كتير عالية. لكن common اللي احنا بنشوف البيكتشر اللي هم بيكون poor metabolizers للوارفرين، فبالتالي
بيكونوا ultra sensitive to the action of warfarin، لأنه بصير عندنا accumulation of warfarin و high probability of toxicity واللي هي bleeding. فهدول الأشخاص بيحتاجوا جرعات كتير قليلة، هم ultra sensitive to the action of warfarin. فلو إجينا نطلع على الوارفرين كميكانيزم of action للوارفرين، طبعا الوارفرين هو anticoagulant، anticoagulant بيقلل من الكواجيوليشن والكلوت فورميشن، mainly it is prescribed for DVT pulmonary embolism، وبرضه في الحالات اللي بيكون فيها atrial fibrillation ممكن إنا نعطي برضه الانتيكواجيولانت، ومن أهمها الوارفرين as oral anticoagulant. طبعا بيشتغل الوارفرين. هلا لو جينا نتطلع على الاكتيفيشن اوف كلوتينج فاكتور، هون في عندنا كلوتينج فاكتور، الفاينل اكتيفيشن اوف ذس كلوتينج فاكتور بيحتاج لريدوست فورم اوف فيتامين كي. هذا الفيتامين كي عندنا الايبوكسايد فورم، الاوكسيدايزد فورم، وفي عندنا الريدوست فورم. بيدخل الريدوست فورم وبيعمل لنا اكتيفيشن، بحفز اضافه الجلوتاميك اسيد للكلوتينج فاكتور، فبيعطينا فانكشنال كلوتينج فاكتور اللي بيؤدينا لكلوتينج وتجلطات مثلا في الحالات المرضيه، وبيؤدي لدي بي تي. فوين بيشتغل الوارفرين؟ الوارفرين بيشتغل على الانزيمز ذات كاتالايز ذا كونفرجن اوف ذا ايبوكسايد فورم انتو ذا ريدوست فورم اوف فيتامين كي. فبيهمنا احنا فور فورميشن اوف كلوتينج فاكتور يكون عندنا ريدوست فيتامين كي. بيدخل بالرياكشن شو بيطلع؟ اوكسيدايزد. طب بدنا نرجع الريدوس الاوكسيدايزد للريدوست عن طريق الانزيم اللي هو الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز كومبلكس 1، فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز 1. هون بيشتغل الوارفرين. الوارفرين بيعمل بلوكج على الانزيم، فبالتالي بيمنع الاكتيفيشن اوف فيتامين كي او الفورميشن اوف ذا ريدوست فورم اوف فيتامين كي، فالفانكشنال كلوتينج فاكتور كميتها بتصير قليله، فهو بيمنع سينثيسيس اوف فانكشنال كلوتينج فاكتور، فبيقلل البوسيبيليتي اوف كلوتينج بالناس اللي عندهم هاي تندنسي فور كلوتينج. لكن بنفس الوقت بنخاف اذا انعطى بجرعه عاليه يقلل الكلوتينج بشكل كبير ويؤدي لنا لبليدنج. طبعا جرعه عاليه نسبيا، يعني هو كل جرعاته اصلا قليله، كلها بنحكي عن اشياء حوالين 2 3 5. هلا بنفس الوقت قلنا C2C19 انزيم هو المسؤول عن الميتابوليزم اوف وارفرين، بيعطينا ان اكتيف ميتابولايت. فالاشخاص اللي هم سلو ميتابولايزرز فور CYP2C19 بيصير في عندنا اكيوميليشن اوف وارفرين، زياده بالبوسيبيليتي اوف توكسيسيتي. في اشخاص اللي بيكون عندهم ريزيستنس تو وارفرين، والاشخاص اللي عندهم ريزيستنس تو وارفرين بيكون عندهم ميوتيشن بالانزيم اللي هو الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز كومبلكس، ببطل يربط بالوارفرين. الوارفرين از يعني نوت كابابل اوف بايندينج تو ذس انزيم، ويعمل له بلوكج. فبصير عندنا ايش بصير عندنا؟ حكيت مين بيقدر يقول لي؟ كثير تخسر اللي هو ريزيستنس تو وارفرين، بصير في عندنا ريزيستنس تو وارفرين، فبالتالي بنحتاج جرعات اعلى، بنحتاج جرعات اعلى مشان نحصل نفس الثيرابيوتيك بنفيت ونمنع الكلوتينج. فلو اجينا هون اطلعنا قلنا في عندنا سم تايمز ميوتيشنز coding region mutation in the enzymes vitamin K epoxide reductase complex can cause warfarin resistance that necessitate daily dose in excess of 15 milligram per day. نحتاج جرعات أكثر مرات من 15 milligram باليوم. وبناحية ثانية في عندنا mutation بالميتابولايزنج انزيم اللي هم CYP2C19 اللي عندهم this allelic pattern CYP2C9-3 allel، وكانوا هوموزايجوت فور ذس قلل، بيكونوا الترا سنسيتيف، بيكونوا الترا سنسيتيف تو ذا اكشن اوف دراج، وبيحتاجوا جرعات قليله لانه بصير الدواء له اكيوميليشن، بصير يعني ذي ار بور ميتابولايزرز، ذا دراج از اكيوميليتد، بيعطينا هاي ريسك اوف بليدنج. فهدول بيكونوا الترا سنسيتيف، شايفين هم هوموزايجوت فور ذس قلل 3 3 2 3. فلو اجينا طلعنا هذا هو الدوز ريسبونس كيرف فور وارفرين على الجرعات تبعتنا. هون البروبورشن قليل هم الاكستريمز ات بوث سايدز وبوث تيلز اوف ذيس كيرف، اللي هم الاكستريمز اللي في عندنا سلو ميتابولايزرز اللي بيحتاجوا جرعات اقل من 1 ملغ، اقل من 1 ملغ،
بسبب التوكسيك افكت اوف وارفرين على جرعات اعلى، وفي الاشخاص اللي هم ريليتيفلي ريزيستنس تو وارفرين بسبب الميوتيشن ان فيكو اي ار سي 1 انزيمز او الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز كومبلكس 1. فهذول ريزيستنس بيحتاجوا جرعات اكثر من 15، لكن معظم البوبوليشن حوالين الخمسة، من 2 3 5 يعني ممكن 6 7، بس المعظم حوالين دوزة ال 5 ملي جرام. مفهوم بالنسبة للوارفرين؟ اوكي. هلا ال 6 سي 19 في عندنا 3% of Caucasian population are poor 6 سي 19 metabolizers. طبعا في عندنا different allele mutations. من اهم الادويه اللي بيصير لها metabolism with 6 سي 19 اللي هو الكلوبيدوغريل. هو مالي مش metabolism to eliminate، نحكي عن activation، لان الكلوبيدوغريل هو عباره عن برودراج. مين بيعرف شو هو الكلوبيدوغريل؟ بلافكس. انا لا مش الاسم التجاري يعني كفارماكولوجيكال افكت. انتي بليتلت مستخدم الانتي كوجولانت وانتي بليتلت. لا هو ايوه بالضبط، هو انتي بليتلت. يعني نفرق بين انتي كوجولانت وانتي بليتلت. الانتي كوجولانت زي ما قلنا على الوارفرين بيشتغل على الفورميشن اوف كلوتينج فاكتور، اما هدول بيشتغلوا على البليتلت نفسها والفورميشن اوف ذا ثرومبس. يعني فالكلوبيدوغريل اللي هو P2Y12 inhibitor، P2Y12 inhibitor اللي هو ريسبتور موجود على البليتلت نفسها، بيمنع البريدجينج بين ذا بليتلتس. فالكلوبيدوغريل P2Y12 inhibitor هو برودراج. كيف اكتشفوا انه في variation؟ من اهم الابلكيشنز او الكلينيكال يوزز كلوبيدوغريل از انتي بليتلت هو بوست ستنت بليسمنت، يعني بالاشخاص اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز او بوست ام اي وحطوا لهم ستنت، بمشوهم على دول انتي بليتلت ثيرابي، يعني على اسبرين مع بي 2 واي 12 انهبيتر. فاكثر واحد هو معروف الكلوبيدوغريل مع اسبرين وكلوبيدوغريل، مع انه الشخص ادهيرنت وماخذ البروبر دوز، الا انه بيرجع يصير في عنده ستنت ثرومبوسز، بصير عنده ستنت ثرومبوسز. طبعا احنا ليش نعطي انتي بليتلت ايجنت؟ مشان ما يصير في عندنا ستنت ثرومبوسز، تتكون ثرومبس على الستنت نفسها كجسم غريب يعني. ففي اشخاص يبين انه في عندنا فيلير اوف ذا دوال انتي بليتلت ثيرابي وعم بصير عندنا ستنت ثرومبوسز. لما درسوا الجينيتك كومبوزيشن والجينيتك فاريشن لقوا انه في هاي الاشخاص هم بور ميتابولايزرز فور سيبتو سي 19، فبصير في عندنا بور اكتيفيشن كلوبيدوغريل. ففي هاي الحالات بنفضل نعطي انذر او اذر بي 2 واي 12 انهبيتر زي التيكاجريلور زي البريسوجريل، مع انه برضه البريسوجريل برو دراج لكن ما بصير له اكتيفيشن بنفس الطريقه. مشان هيك هلا الترند والجايد لاينز الجديده ممكن مرات بفضلوا تيكاجريلور والبريسوجريل مشان نتجنب هذا الجينيتك فاريشن. بس ما في ريكومنديشن لهلا انه يعملوا سكريننج. نعم مش كلهم موجودين، بس الموجود التيكاجريلول والبلافكس الكلوبيدوغريل، الثالث مش موجود كان مستشفى الجامعه. تمام شكرا. فيعني بس لهلا يعني بيقول لك بالليفلت او وبالجايد لاين ما في داعي انه نعمل جينيتك سكريننج قبل الكلوبيدوغري، لانه فيري رير كونديشن. فيز 2 ميتابوليزم. هلا حكينا عن الفيز 1 والسايتوكروم انزيم. الفيز 2 اللي هم الكونجيجيتنج انزيم زي الكاتيكول او مثل ترانسفيريز جلوتاثيون سوري ترانسفيريزز، رح نحكي هلا الاهم يعني منهم، بس هم كلهم عباره عن كونجيجيتنج انزيم. ممكن نضيفوا مثل جروب جلوتاثيون، سلفونيل جروب، اسيتيل جروب، جلوكيورونيك اسيد ممكن برضه انه ينضاف. فاول اكزامبل عندنا اللي هو ثيوبرين مثل ترانسفيريز انزيم، ثيوبرين مثل ترانسفيريز، واللي ممكن الميوتيشن اللي فيه والقلق فاريشن تؤدينا لثيوبيورين توكسيسيتي، واللي حكينا عنه اكزامبل في بدايه المحاضره. من اهم الثيوبرينز عندنا الازاثيوبرين، 6 ميركابتوبيورين، ثيوغوانين، اللي معظمهم هم عباره عن اميونو سبريسنج ايجنت، بيستخدموا بالكرونيك انفلاماتوري كونديشن، النيوبلازيا، بالكانسر يعني، وبالترانسبلانت ريجكشن تو افويد ترانسبلانت ريجكشن. رح نحكي عن ترانسبلانت ان شاء الله بالاميونولوجي. يعني بوست ترانسبلانت المفروض الشخص ياخذ اميونو سبريسنت تو افويد ريجكشن اوف ذا جرافت. فالمهم هدول الاشخاص اللي هم ممكن يكونوا سلو ميتابولايزرز بسبب ميوتيشن بالثيوبرين مثل ترانسفيريز، بصير في عندنا اكيوميليشن
accumulation أو بتكون في عندنا mutation بيكونوا مثل metabolizers بسبب deficiency in functioning ثيوبيورين مثل ترانسفيرز، فبصير عندنا accumulation of azathioprine أو 6-mercaptopurine أو الثيوجوانين، وبنتج عنه أهم السايد إفكت والتوكسيك إفكت اللي هي المايلو سبريشن. ممكن يصير في عندنا مايلو سبريشن وسيفير جي آي سايد إفكت برضو زي نوزيا and vomiting. فلو شفنا هون الفيجر اللي موجودة هون، معظم البيشنتس ما في عندهم الميوتيشن بالإنزيم، فالدوزز اللي بتتاخد بشكل عام ما بتعطينا توكسيسيتي، بتعطي ثيرابيوتيك بينيفيت ويداوت توكسيسيتي. في عندنا الهيتروزايجوتس، الهيتروزايجوتس فيهم 50% نورمال فانكشن اوف ذا بروتين. الهيتروزايجوتس في عندنا 50% لانها ريسيسيف تريت، في عندنا 50% نورمال فانكشن اوف ذا بروتين، فممكن ياخذوا النورمال دوز، ممكن ياخذوا النورمال دوز. لكن الاشخاص الهوموزايجوت فور ذات ميوتيشن فور ذا انزيم هم اللي نسبتهم 1 من 300، هم اللي بيحتاجوا فيري لو دوز اوف ثيوبرينز، لانه على النورمال دوزز قلنا بصير عندنا سيفير مايلو سبريشن اند جي اي سيمبتومز، وبيوقفوا العلاج لانه عندهم ميوتيشن بالانزيم ذات ميتابولايز الثيوبرينز. بس اذا كانوا هوموزايجوتس هم اللي بصير عندهم سيفير توكسيسيتي، الهيتروزايجوتس ممكن ياخذوا النورمال دوزز. الايرينوتيكان توكسيسيتي برضه هو انتي كانسر، inhibits DNA topoisomerase 1 enzyme، inhibits DNA topoisomerase 1 enzyme اللي هو الإيرينوتيكان. الميتابوليزم للإيرينوتيكان طبعا بدها conjugation وaddition of UDP glucuronosyl group عن طريق UDP glucuronosyl transferase enzyme. ال 28 allelic variant for that enzyme بتأدينا ل non-functional enzymes أو إنه poor metabolizers for إيرينوتيكان، فما في conjugation of irinoticon بتجمع بالجسم وهو بالactive form، فبيؤدينا لsevere myelosuppression وsevere GI symptoms، أهمها الدياريا، بكون في عنا severe دياريا وsevere myelosuppression. هلأ نفس هذا الإنزيم بيعمل conjugation for bilirubin، بيعمل conjugation for bilirubin، يعني هذا فكرة تانية ما لها علاقة بالirinoticon. بالأشخاص اللي عندهم Gilbert syndrome أو الكريغر نجار سيندروم، هدول بيكون في عندهم برضو ميوتيشن إن ديس إنزيم وما في عندنا conjugation of bilirubin، فبيكون عندهم constitutional unconjugated jaundice، constitutional unconjugated jaundice، لأنه بالجاندس الإصفرار بتصير البيليروبين كلها تتجمع تحت الجلد، وممكن يعني تتجمع بالدماغ إذا بنحكي على الأطفال الصغار بنخاف من ميلثر ريتارديشن. وهذا طبعا بيختلف عن الصفار اللي بنشوفه بالنيوبورز، بالنيوبورنز لسه بدهم فترة شوي حتى يصير في عندنا full maturation of the liver enzymes وبيختفي الصفار لحاله، المفروض انه بيختفي لحاله. لكن هون بنحكي عن اشخاص عندهم mutation بهذا الانزيم ممكن يؤدي لنا ل constitutional unconjugated jaundice، ما بيقدروا يعملوا proper conjugation for bilirubin، فدائما بيكون في عندهم constitutional unconjugated jaundice. الانزيم الثالث اللي هو الان اسيتيل ترانسفيريز، واكزامبل عليه الايزونيازيد توكسيسيتي، برضه في عندنا رابيد ميتابولايزرز وفي عندنا سلو ميتابولايزرز. بالسلو ميتابولايزرز بظهر عندنا التوكسيسيتي للايزونيازيد. مين بيعرف اهم استخدام للايزونيازيد باي انفكشن؟ هو عباره عن انتي بايوتيك بس مينلي نعطيه في اي حالات؟ بالتوبيركولوسيس، هو انتي تي بي، انتي تي بي هو انتي بكتيريال ايجنت، لكن مين اللي بنستخدم بحالات التوبيركولوسيس او السل. فالاشخاص اللي هم سلو اسيتيليترز او سلو ميتابولايزرز بنسميهم سلو اسيتيليترز لانه الانزيم عم بيضيف لنا اسيتيل جروب تو ايزونايزيد، فاهم التوكسيسيتي ديو تو ايزونايزيد اللي هي البريفرال نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي، وممكن يؤدينا لهايبر سنسيتيفيتي لانه هو عباره عن سلفونامايد انتيبيوتيك، هو سلفونامايد على الليفل العالي خاصه وذاوت كويك ميتابوليزم ممكن يحفز لنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. بس اهم شيء بنحكي عن بيريفرال نيوروباثي تو ذس انتي تي بي ايجنت. الدراج ترانسبورترز، هلا خلصنا من الفيز 1 والفيز 2 ميتابوليك انزيمز.
حكيت أنا ببداية المحاضرة إن الـ variations بالـ drug transporters أو الـ drug receptors على الـ target site ممكن تأدينا برضو الاختلاف بالـ final pharmacodynamic effect. فالـ availability والـ level of expression of certain transporters زي الـ P-glycoprotein موجود within the GI tract lumen بغير بالـ final concentration of the drug within the plasma، لأنه هذا الـ P-glycoprotein أو الـ ABCB1 efflux pump هم افلكس بامب بيطلعوا الدواء مره ثانيه after the absorption. فاللي عندهم homozygote polymorphism they have significant lower ABCB1 expression. بالالليك فاريشن يكونوا homozygote الاكسبريشن ليفل للABCB1 افلكس بامب كثير قليل، فممكن يصاحبه toxicity to the drugs that usually efflux through these pumps زي الديجوكسين. مفهوم كيف فكرة بصير عندنا هاي بلازما كونسنتريشن حكيتها في بداية المحاضرة. دكتورة ممكن تديها؟ هلأ حكينا إنه نورمالي لما بناخد جرعة معينة من الديجوكسين بصير له أبزوربشن، بعد الأبزوربشن بيرجع بصير له إفلكس. فهذه هم حاسبينها بالpopulation kinetics بالpopulation studies، معظم الأشخاص عندهم similar expression level of this إفلكس pump، فبيطلع كمية من الديجوكسين after absorption فبيعطينا final concentration محدد. هلأ بالأشخاص اللي عندهم low expression of this efflux pump بعد ما يصير absorption الكمية اللي بتطلع بتصير أقل، الكمية اللي بتطلع بالإفلكس pump أقل لأنه الإكسبريشن ليفل تبعها أقل، فالبلازما concentration النهائي رح يكون عالي ويؤدينا لتوكسيسيتي في هدول الأشخاص، مع إنه هاي الجرعة بالأفرج بوبوليشن is not toxic يعني it's not high it's an average dose، بس بهدول الأشخاص بتأدينا لتوكسيسيتي. مفهوم هيك؟ يعني بيطلع البلاد من الجي اي تي هو الفاينل كونسنتريشن. هلا شوفي هي بتكون على الخلايا، انا بضل احكي بلاد يعني لانه عم نحكي على الفاينل كونسنتريشن. هلا الجي اي لومن على السيل وول بتكون هي على اللومن يعني من جوا الجي اي تراكت، هذه الافلكس بامب مش بصير ابزوربشن بدايه للدواء، وين بيروح؟ على الخلايا تبعت السيل وول صح؟ من الخلايا بيروحوا للبلاد بيرميشن ثرو ذا سيل ميمبرين. هلا اللي فيه الادويه اللي بصير لها اليمينيشن ثرو ذيس افلكس بامب بترجع على الإفلكس بامب قبل ما تدخل الدم، قبل ما تدخل الدم ترجع بتطلع، فالفاينل كونسنتريشن بتحكم في وجود هاي الإفلكس بامب. فبالأشخاص اللي عندهم low expression of this إفلكس بامب كل شيء بيدخل لخلايا الجي آي تراك بده يوصل للدم بالنهاية، فبصير في عنا higher بلازما كونسنتريشن لأنه الإفلكس بامب قليلة يعني مضخة عم بتطلع لبرا، إذا المضخة مش شغالة مش بصير accumulation جوا هيك، بس هي فكرتها زي مضخة بتطلع لبرا، فإذا المضخة خربانة بده يصير في عندنا accumulation في جوا الدم أو جوا خلايا الجي آي تراكت initially بالسيل وول بعدين بتنتقل للدم. هذا تلخيص يعني للأشياء، أهم الأشياء اللي إحنا حكيناها يعني. gene environment interaction هلأ حكينا إنه مرات الانزيماتيك اكتيفيتي، الانزيماتيك اكتيفيتي وحتى الاكسبريشن اوف سيرتن انزيم بتغير بوجود ادويه معينه، بوجود حتى دايتري كومبوننتس معينين، يعني الدايت هاز امباكت اون ذا ليفل اوف اكسبريشن وحتى للاكتيفيتي، فممكن يعملوا انزيم اندكشن او انهبيشن. فمثلا عندنا هون كثير ذاكرين يعني انواع من الاكل، سموكت فود، كروسيفيروس فيجيتابل زي البريسل سبراوتس، الكبج، البروكلي، الكبج كلنا بنعرفه الملفوف، البروكلي اللي زي الزهره بس خضره، بريسل سبراوتس اللي هم هدول بنطبخوا لحالهم كرات زي ملفوفات صغار صغار بيكونوا على العرق بس بنقاموا كل وحده لحال بتنطبخ معها الخضار، فهدول يعني ممكن يغيروا بالاكسبريشن ليفل تبع الانزيمز، يعني محطوطين يعني انا مش راح اقعد اقرا فيهم بس انتم بدكم تعرفوا انه في شيء بيعمل اندكشن انكريز ان ذا اكتيفيتي اوف سيرتن انزيم، في شيء ممكن يعمل لنا انهيبيشن اوف سيرتن انزيم. الووتر كريس اللي هي هذه نوع من انواع الخضروات، يعني هو عندنا احنا ما بنستخدمه كثير بالسلطات يعني، بس هاي هي الووتر كريس، يعني هي اشبه عندنا بالبقله، عندنا احنا البقله بتنحط على الفتوش والسلطه.
الأورجانو سلفر كومباوند زي الجارليك برضه ممكن تعملي له انهيبيشن فور سيرتن انزيمز واندكشن فور انذر، يعني كنت تنتبهوا انه نفس الماده ممكن تعمل انهيبيشن فور سم اندكشن فور اذر انزيمز. انتر انديفيدوال فاريابيليتي 2 بنحكي عن دراج دراج انتر اكشن نيوروسيوتيكال انفلونسز الايجنج والديزيز. دراج دراج انتر اكشن كثير في ادويه ممكن تغير بالإنزيماتيك إكسبريشن وأكتيفيتي فور أذر دراجز، فبدنا ننتبه إنه ممكن إذا انعطوا يغيروا بالبلازما كونسنتريشن في كو أدمينستر دراجز. فمثلا الريفامايسين أنتيبيوتيك الأنتي كونفلزنس هدول إنزيمز إنديوسر، إنزيم إنديوسرز بيعملوا إندكشن فور سيرتين إنزيم، فإذا عم بياخد الواحد أنتي كونفلزنت وكمان أدوية تانية that are metabolized with this induced enzyme نتوقع انه البلازما كونسنتريشن تبعها حيصير اقل، فالانتي كونفلزنت بتحفز الميتابوليزم في other drugs كو ادمنستر drugs، فممكن يصير في عندنا لسه في افيكاسي ممكن نحتاج جرعات اعلى من الدواء اللي معطى مع الانتي كونفلزنت. من جهه ثانيه في عندنا انزيم انهيبيترز زي الماكرولايدز انتيبيوتيك الارثروميسين ازيتروميسين الازول انتي فانجل دراجز نيفازادون انتي ديبريسانتس سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيترز انتي ديبريسنز هدول كلهم انزيم انهيبيترز، بمعنى انهم بيثبطوا عمل الانزيمز اللي موجوده بالجسم بالتالي بيقللوا من الميتابوليزم في اذر كو ادمنستر دراجز، يعني لما ناخذها مع ادويه ثانيه بنخاف من الاكيوميليشن والتوكسيسيتي اوف ذا كو ادمنستر دراجز. مفهوم شو فكره انزيم انديوسرز وانهيبيتر من الامباكت تبعهم على ادويه ثانيه معطاه مع المريض مع الانتي كونفلزنت او مع الاس اس ار اي، فبدنا ننتبه للافيكاسي في اذر كو ادمنسترد دراجز. نيوروسيوتيكال انفلونسز اللي هي يعني زي تحضيرات طبيه بس بتكون معتمده على ناتشرال سبستانسز يعني نباتات زي الهايبريكام فور بيرفوراتم نبته هي سانت جونز وورت تستخدم از انتي ديبريسنس تونيك انتي ديبريسنس هي عبارة عن CYP3A inducer. هلأ الايجنج برضو من ناحية تانية ممكن برضو يغير بالميتابوليزم of certain drugs الإفكاسي والأفيلابيليتي of certain metabolizing enzyme، فالكبار بالعمر ممكن ما يتحملوا أدوية معينين لأنه صاروا slow metabolizers the functional capacity of the liver قلت أو the blood flow to the liver صار أقل البلد فلو تو ذا ليفر صار اقل. كثير بهمنا موضوع البلد فلو تو ذا ليفر خاصه اذا بنحكي عن هاي اكستراكشن ريشيو دراجز. شو يعني هاي اكستراكشن ريشيو دراجز؟ اللي لهم هاي فيرست باس افكت، فمجرد ما وصلوا من الجي اي تراكت لل بالبورتال سيركيوليشن للكبد بسرعه بصير لهم ميتابوليزم زي البروبرانولول مثلا هاي اكستراكشن ريشيو دراج. فاذا البلد فلو تو ذا ليفر اتغير صار في عنا مشكله بالبورتال سيركيوليشن هايبرتنشن او صار في عنا ليفر انلارجمنت تغيرت الفانكشنال كاباسيتي اوف ذا ليفر مباشره راح تصير جرعات هاي الادويه اعلى، فاسمها هاي اكستراكشن ريشيو دراجز انه بصير لها ميتابوليزم بشكل كبير. فويذ ايجنج ممكن يكون في عنا لور بلاد فلو تو ذا ليفر ليفر فوليوم ديكريزز الفانكشنال كاباسيتي اوف ذا ليفر راح يصير اقل. هلا بس بشكل عام احنا دائما الليفر لانه له لارج فانكشنال كاباسيتي مش اي ايجينج بروسيس ممكن تاثر على الفانكشن له، فعاده هذه بيكون لها مودريت افكت. فاحنا بنحكي عن ديزيز كونديشنز يعني صار عندهم كانسر وذن ذا ليفر مينلي، لما نحكي عن ديزيزز فايبروسيس عملت لوس اوف لارج بروبورشن اوف ذا ليفر لانه الليفر از يعني ان اورجان وذ هاي فانكشنال كاباسيتي لازم يصير في عنا سيجنيفيكانت لوس، يعني هو كم لوب مو عارفه يعني لوب واحد منه بيشتغل كفايه يمكن هو 3 لوبس لوب واحد منه بيكفي انه يضل شغال يعني بروبرلي. بس اهم شيء ممكن نحكي عن البلد فلو ممكن في عنا مشاكل within the جي اي تراكت اذر كانسرز يعني ممكن تغير بالميتابوليزم اوف ذيس دراجز. هاي اشياء كلها حكيناها وهون يعني حكينا الابلكيشن فارماكو جينيتكس بيرسوناليزد تريتمنت جايد لاين تو افويد ترايل اند ايرور تشويسز اوف ميديكيشن اند دوزز هاي اهميه الفارماكو جينيتكس. يعني هيك بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم. في اي سؤال دكتوره؟ انا عندي سؤال لو ممكن. تفضلي، مين اللي بحكي؟